كاتب العام نقابة سجون الإصلاح سي وليد صباح النور. شنو حالك؟ مرحبا بجميع المستمعين. يعيشك هاو هاو بحزيك سي وليد. يسلم عليك سلام الدين بحيك ما سمعتوش. مرحبا. يسمعوا في بعضهم وبيك اكثر يا سي نور زيد. ايوا سؤالك شنو سي وليد؟ طلبت تدخل اي تفضل. والله سؤالي الحق انا حليت اذاعتكم نسمع شكيت اللي سي نور الدين البحيري يحكي لي يعني اليوم بالحق مادام ما حاسبناش نور الدين البحيري كان وزير عدل في اول حكومه شرعيه في تاريخ تونس حسب ما يسمع حسب ما معناها التاريخ وحسب ما نجموش نعرفوا التاريخ. اول حكومه شرعيه جت على الانتخابات معناها سنتين بعد الثوره معناها واحد، لكن للاسف الشديد في مرحلته هو تعود نحاسبه رموز الفساد وهو يعرف ما صار في الكواليس. تم ابتزاز رموز الفساد وترقيتهم من طرف الشخص اللي اليوم يحكي على الثوره ويحكي على الواحد. انا كله صراحه نحن اولاد المؤسسه الامنيه بالكشي ركبنا على الثوره وثوار ما بعد رحيل بن علي، لكن هو اللي يزعم انه ناضل بن علي خان الثوره وخان شباب الثوره وشهداء الثوره، واليوم مازال لديه الوقت انه يحكي في الحديث هذا كل معناها عملية ابتزاز رؤوس سموئيل بن علي في سجون التونسية. ده مغش الشباب التونسي واللي اليوم نلقاوها في سوريا ومعناها وشباب مغرر به ونبهنا نحن كنقابيين، لكن وقع التعسف علينا من طرف الشخص هذا اليوم معناها انا نقول يعني الشخص هذا سي وليد زنوك على سن الدين البحيري معناها انتم نبهتوا سن الدين البحيري انتم نبهتوا سن الدين البحيري كوزير عادل. ايوه وانا اليوم هاني يعني في واحد نطالبه في مواجهه في منبر اعلامي على المباشر هاكم مباشر. تفضل. لازمنا اليوم نراعيو المصلحه الوطنيه ولازمنا نحقه ويجينا مسؤول يكون يحقق العدل في تونس ويحقق الواحد. للاسف الشديد اللي يقعد على كرسي الحكم يتغير من مناضل يولي انتهازي ويولي يبيع في يغلب مصلحته الشخصيه ومصلحته الحزبيه على المصلحه الوطنيه، وهذا اللي صاير اليوم. هذه الحقيقه اللي لازم تتقال اليوم. السيد وزير العدل سي نور الدين البحيري والسيد وزير العدل السابق والسيد مستشار رئيس الحكومه، انا باش تكون عندي الجراه انه باش نقول له مهما تخطب في الشعب التونسي انه فترتك انتهيت اليوم، وصراحه انت من كنت عندك مرحله تاريخيه لصياغه اسمك من ذهب، لكن خيرت مزبله التاريخ وليد يعني وليد وليد اوكي. هذا سؤال هذا سؤال وتقييم سي نور الدين البحيري. سي نور الدين البحيري الاجابه نتاعك تفضل. كل خيان كل الساده المستمعين كل التوانسه من اقصى الجنوب لاقصى الشمال، قول هذا دليل انه فعلا نحن اوفينا بما وعدنا به. شوف ما دام واحد يتكلم ويسب احيانا وما يتحامل وما يشيلوش اللي كان يصير في عهد النظام البيت ونسمعوه بكل حريه وبكل ديمقراطيه وبكل معناها تلقائيه، لان نحن نعرف كون الديمقراطيه ما تتبني الا على حريه الحريه الديمقراطيه وما تتبنى الا على الاستماع للاخر. هذا شكلا واصلا السيد الوزير اللي انت محامي معناها. اسمعني ردود الافعال معناها تخلي الانسان ساعات يقول كلام اللي هو بيده مش مقتنع معناها به، خاصه كيف يولي مش له شخصيه. أنا الاخ وليد وسي وليد ايوه مجلس التهديد اللي متكون من زملاء وما فيهمش مرجل نحكي يعتبرها معناها كان ظلم في حقه، وكان مفروض في عمليه التسجيل الطعن في ذلك القرار بالطرق القانونيه، التسجيل الطعن فيه بالتشكيك في صالح وعلان وفلان وكذا وبال معناها الاتهامات اللي ما عندها حتى اساس من الصحه. نحن نقول انا نتفهم مثل هذه ردود الافعال، خاصه في فتره بلادنا تعيش فيها مرحله انتقاليه، في فتره بلادنا مازالت الناس مش مطمئنه فيها لمجالس التهديد ومش مطمئنه فيها للاداره ومش مطمئنه فيها للمحاكم، والناس اللي حواليهم زملاء واللي يقول كونه كانوا كذا او كذا وغيره. هذا على يعني كل حال هاي مسيره الثوره ما زالت ماشيه، لعل الناس تفيق بهم وتعاقبهم وتتخذ تجاه اجراءات. نحن نجتهد بما نراه ونخدم معناها بلادنا وما نلتفتش بالملفات يا سي نور الدين بالملفات. هي وانا نحكي بالملفات والكواليس اللي صارت في وزاره الاصلاح الاداري وقت السيد محمد عبو اراد الاصلاح
وحال مواضيع لوكالة الجمهورية، لكن أنت استغلت نفوذك واستغلت سيفتك كوزير عدل واستغلال لموظف لوظيفة هذه، ووقفت وقفت لا مش كلام، هذا موجود، هذا موجود، وسيد محمد عبو خير شاهد عن ذلك. مانيش ندخل معك في جدل وما نجبد حتى حد وما نجبد حتى حد، وخلي سي محمد عبو مرتاح في بقعته. مرتاح وين معناها؟ تقولوا مرتاح في قبره. ونقولوا الحقيقه ونقولوا حريه التعبير، راه مش انت اللي جبتها. باهي وليد زروق من فضلك، وليد زروق من فضلك عندي سؤال. انت صرحت معنا في قناه نسمه، قلت انه سيد نور الدين البحيري قال لك عندكم الالاف من الناخبين. عندي 100,000. 100,000 انت حالي معناها اكلك. قال لنا اذا انتم 50,000 بوليس احنا 100,000 انتحاري. وانا ما دخلت، وهذا قالها بحضور الامين العام للنقابه الاساسيه اللي يروح من الحج اليوم وينجم يكون شاهد. وانا طالبت وقتها انه نتواجهوا على بلاتوات، على اي بلاتو نتاع حوار تلفزيوني، لانه انا تعرضت لظلم الشخص هذايا اللي ما ننساش. حتى لو هو يقول انا شخصت الموضوع، انا عمري ما شخصت الموضوع، وانا طالبت باعاده هيكله، اعاده النظر في الهيكليه نتاع المؤسسات الامنيه بصفه عامه. وهو يعرف صدق نواياي الشخص هذا اللي يسمع فيا، اللي معناها سيدنا البحيري والمحاسبه. يعني سيدنا البحيري نقولوا هكا قيل وليد من فضلك تو عبت على رايك. سينو الدين هو يقول انه سيادتك انت قلت له سفيان. تفضل سيدنا. انا راه مانيش حاضر في الوحده هذه للدخول في جدل معايا كان من فضلك. طيب وانت كان المفروض على الاقل تعلم من باب معناها حد ادنى من الاحترام. نوضحوا لك سي نور الدين، راهو سي وليد زروق هو اللي طلب التدخل. وانت معنا سيغون تاني. الحق ما كانش انا ما كنتش نجاوب عليه، لان وقتها ثم 10 ملايين تونسي يجاوب عليه. مفضلك سفيان مع احترامي ليك، اعتبر انه هذايا معناها مهنيا مش مقبول، ولكن ما يقلقنيش انا. لا سي نور الدين معناها تاكيد المساله، روحنا سي وليد ما في بالناش فيه، طلب هو وهو ما استعد يشهد هذا، حاب يدخل. قلنا له تفضل، كنت تنجم تمتنع عن الحديث معي. اسمعني اسمعني سفيان اسمعني. لا تفضل مليح. تفضل. انا نعرف مليح وانت تعرفني مليح. اصدقاء ربي يذكر. انا خلينا كذا، ما يقلقنيش انا نتفضل. يا اهلا وسهلا فيه ومرحبا فيه، لكن ما نحاولوش حلقه جدل. انا ما قلت فيه حتى شيء، قلت راهو هو قال والكلام هذا راهو جزء منه رد فعل لاعتبارات شخصيه او بلاقربين لاعتبارات شخصيه. نتمنى باش يترفوا الناس كل، الحمد لله بلادنا فيها قضاء اداري. اللي يظلم مدير ولا يظلم مدير ولا يظلم مسؤول يمشي للحكم الاداري وان شاء الله تعطي حقه. وانا نتمناها ان شاء الله نكون ما ظلمت حتى حد، واذا كان عملت حاجه راهو باب الاجتهاد خدمه المصلحه. ما هذه رؤيتي وقراءتي، لازم يكون اخطات في حق اي بشر، لازم يكون من بين وليد ولا غيره. ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله يغفر لنا اذا كان ما قصدناش التعدي على حق الناس، لانه من اجتهد ولا صاب فله اجران، فله اجر اجر واحد. ومن حقوقه المحكمه الموجوده يعمل قضيه في الطعن في قرار مجلس التاديب الذي قضى برفضه ورفضه لتلك الايام فيه. الدين الله يبارك. احنا لو ما ثماش ليا معناها للاساءه. سامحني سي سفيان انا على التدخل، لكن التدخل هذا راهو انا كمواطن تونسي كما قال سي نور الدين البحيري راهو مكسب. هذا دليل على انجازات معناها الثوره، اني انا مواطن تونسي حتى لو انه معناها عندي الحق في التدخل حتى مع اي وزير واحد اخر. حتى مع لا انا ما كانش مبرمج، انت طلبت وانا اعطيني الحق. لكن يا سي سفيان، يعلم السيد نور الدين البحيري انه سياسه التجويع اللي يمارسوا فيها معناها على القاعده على المواطنين التونسيين كما كان يمارس فيها بن علي، انه هو بيدو بعث لي ثلاثة مرات من اجل اني نرجع. انا مانيش حكيت مثل معناها انه شأن شخصي، انه شأن شخصي، لانه انا عندي عنده السيد معز بالغربية لقناة التونسية عنده المدير العام تاع السجون كي بعثوا لي سي نور الدين البحيري يترجاني اني ارجع واصمت وابعد عن العمل النقابي. السيد نور الدين البحيري بعث الى الكاتب العام والامين العام للنقابة تاع السجون وطلب مني انه اصيغ رسالة اعتذار ونرجع للخدمة، ورفضت ذلك. سي وليد وليد زادوك اسمع عليك توا. نحترموا الراي العام التونسي ونحترموا الشعب التونسي، وعيب انه نغالطوا اليوم. طيب. ما زلنا نغالطوا. وليد زادوك طلبت الكلمة، اعطيناك دخلت.
سينو الدين البحيري لازم ناكدوا له انك انت كمواطن من طلبت باش تدخل عطينا التدخل ما ثماش نيه معناها المسبقه جوستومون معينه معناها للمحاكمه او لكذا سينو الدين تبقى معناها لا يفسد الاختلاف ولا الود قضيه ونعرفوها سي ان غرون مسيو وليد زالوك بارك الله فيك شكرا جزيلا ليك.